عندي بعض الاخبار المهمه تتعلق بمباراه الغد. الاهلي خلاص بالزي التقليدي امام المريخ السوداني. بكره الاهلي هيلبس احمر تي شيرت طبعا وشورت ابيض وشراب احمر، وده اللي تم الاستقرار عليه في الاجتماع الفني الخاص بهذه المباراه. خليني اقول لكم كمان دي لقطات طبعا من الاجتماع الفني، وده بيبقى امر متابع دايما قبل اي مباريات رسميه، ده امر طبيعي. النهارده كمان طلعت نتيجه المسحه، الحمد لله كله سلبي، فبالتالي ده اللي طبعا اعلن عنه الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق الاول. فبالتالي كده الكل متاح بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني في هذه المباراه، بخلاف طبعا بعض اللاعبين المصابين اللي هيغيبوا لايام قليله قبل المشاركه في التدريبات الجماعيه. واحنا شرحنا لكم موضوع الاصابات على مدار امبارح واول كمان بخصوص كل التطورات بخصوص هذا الملف. عشان نطمن بشكل اكبر واستعدادات الفريق ومران اليوم، خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من استاد مختار التتش. يا فاروق مساء الخير عليك. يا فاروق مساء الخير عليك زميلي العزيز أمير هشام، كل التحية ليك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بك يا فاروق، طمنا على آخر استعدادات النادي الأهلي لمباراة بكرة بإذن الله. يعني خليني يا امير انا عايز اخد من كلامك في الكلام اللي انت اتكلمته على الكابتن سيد عبد الحفيظ، وقلت ان ملامح الجديه للمرحله القادمه بتظهر على وجه الكابتن سيد عبد الحفيظ. انا عايز اقول لك ان ده الشعار اللي على وجوه كل اللاعبين النهارده، خلاص انت بتقفل وبتطوي صفحه كاس العالم للانديه والمركز الثالث ايضا، وخلاص البطوله التاسعه، انت مطالب من الان بالبطوله العاشره اللي فيها النادي الاهلي هيواجه فريق المريخ السوداني في اول اللقاءات في دوري المجموعات. مباراه قويه جدا، مباراه صعبه جدا. الكابتن سيد عبد الحفيظ في كلامه معانا طبعا زي ما انت استعرضت معنى احترام المنافس مهم جدا، الفريق المريخ السوداني عارف يعني ايه النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي، اكيد تابع النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره. وجود اللعيبه النهارده امير اقول لك التركيز بيفرض نفسه على اللعيبه، اللعيبه خلاص مركزه، خلاص انت عارف النادي الاهلي انت بتقفل الصفحات سريعا بتبدا صفحات جديده. النهارده المران انطلق، يعني قبل المران كان في المحاضره الفنيه المستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين ومتابعه يعني بعض لقطات الفيديو والمباريات الخاصه بفريق المريخ السوداني كويس. واحد من الفرق المحترمه والفرق الكبيره جدا فريق المريخ السوداني، ثم انطلق المران. عايز اقول لك ان في حاله من الجاهزيه، انت عارف يعني يا امير تلاحم المباريات الاجهاد الكبير جدا اللي النادي الاهلي بيعاني منه من الفتره الاخيره من ظل المشاركه في كاس العالم للانديه ثم العوده والاستعداد لدوري ابطال افريقيا. وانت عارف يا امير انت بطوله انت مطالب فيها بالمركز الاول، ومطالب فيها مش يعني بوصول للمباراه، لا مطالب بمركز اول بمشيئه الله. النهارده اللعيبه اقدر اقول لك اللعيبه مركزه، طبعا الدكتور احمد ابو عبله كان اعلن سلبيه مسح جميع لاعبي النادي الاهلي، لكن انا عايزك امير نروح نطمن ايضا على اللعيبه المصابه. يعني النهارده عايز اقول لك ان ايمن اشرف مش هيكون موجود، مش هيكون موجود في المباراه، شعر باجهاد في العضله الخلفيه، وبالتالي ايمن اشرف هيغيب عن لقاء الغد، لكن اطمنك ان هو هيكون موجود مع الفريق ان شاء الله في رحله السفر الى تنزانيا ومباراه سيمبا التنزاني. يعني ايمن اشرف مش هيبقى موجود غدا لكن ان شاء الله هيكون موجود مع الفريق ان شاء الله في رحله تنزانيا. كويس. في حاجه ثانيه بخصوص الاصابات باقي اللاعبين يا امير، انت عارف بخصوص الاصابات يا امير عندك طبعا غياب لعلي معلول واستمرار غياب لصلاح محسن ووليد سليمان وطبعا حسين الشحات للايقاف. النهارده ضيق، يعني احنا بنتكلم على الاصابات يا امير برضو خليها كلام مع الدكتور احمد ابو عبله. النهارده محمود متولي بيبدا مراحل الجري حول الملعب النهارده، محمود متولي وناصر ماهر. واطمنك برضو وابشرك ان ناصر ماهر هينضم للتدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي عقب العوده من رحله تنزانيا. ده كان كلام مع الكابتن مع الدكتور احمد ابو عبله، طمنا على ناصر ماهر قال هينضم للتدريبات الجماعيه عقب العوده ان شاء الله من مباراه سيمبا التنزاني. ومحمود متولي دخل في مرحله مهمه جدا من مرحله التاهيل يعني عقب جراحه الرباط الصليبي. عايز برضو ان انا اكلمك على الاجتماع الفني النهارده وعلى الروح الود اللي احنا شفناها بالزبط. سواء من استقبال النادي الاهلي لمسؤولي فريق المريخ السوداني طبعا، ويعني على هامش الاجتماع الفني كان في تكريم من يعني مسؤولي المريخ السوداني الاستاذ عمر محمد عبد الله عضو مجلس الاداره والكابتن انس نصر الدين مدير الكره بتكريم النادي الاهلي وحصوله على الميداليه البرونزيه. قال لي جمله مهمه جدا، قال لي النادي الاهلي مش فرح مصر، النادي الاهلي ده شرف وفرح القاره الافريقيه والكره العربيه، واحنا دورنا ودايما احنا بنتمتع ب يعني علاقات مهمه جدا وعلاقات يعني وطيده مع النادي الاهلي.
عايز اقول لك نقطه مهمه ايضا. خليني يعني بخلاف الاجتماع الفني، بخلاف الاجتماع الفني وبخلاف اللقطات دي احنا كلنا اتكلمنا فيها خلاص بشكل كامل يا فاروق، انا بس عايز اطمن على وليد سليمان وطاهر محمد طاهر سريعا، موقفهم ايه؟ وليد تحديدا امتى يشارك كمان في التدريبات الجماعيه بشكل كامل؟ يعني تقدر تقول يا امير طاهر محمد طاهر قدامه بالظبط اسبوع، يعني طاهر ان شاء الله عاقب العوده ايضا من رحله سيمبا التنزانيه هيكون موجود، وليد سليمان من يعني من اسبوعين لثلاث اسابيع ان شاء الله هيكون موجود مع فريق النادي الاهلي وفي التدريبات الجماعيه باذن الله. ان شاء الله يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، وشياكه حلوه قوي بصراحه اللي انت طالع معانا بيها النهارده، بشكرك ودايما متميز ومتالق كده زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي كان معانا من استاد مختار تيتش، وطمنا بشكل كبير جدا على الفرقه قبل مباراه بكره باذن الله.